اختلت موازينك يا وطني، حتى صارت سماؤك تمطر عهرا، ذبل المسكين في حضنك يا وطني، حتى صرت له قبرا. دعوني أشرب، أسكر، أفجر، أرقص، كي تنصب لي الثماثيل، كي تداب أمامي العراقيل، كي يصطف الإعلام لبجاحتي وحقارتي بالتطبيل. دعوني أسرق، أنهب، أطغى، أبطش، كي أكون أنا الرجل الفضيل الأصيل، والباقي من عامة الشعب هو الذليل. دعوني أهز الخصرة، أفشي الفقرة، أهين الفكرة، كي يصير الشعب لأي تفاهة يميل، كي يرضى عني فخامة العميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بمتتبعي موقع ريحانة بريس. في هذه الحلقة هنتكلموا على مهرجان الموازين. تكلم العديد من المثقفين والمفكرين والعلماء عن خطورة المهرجانات الغنائية الماجنة بحال مهرجان موازين، والخطر ديالو على فكر وأخلاق الأجيال المغربية. ناهيك عن تبديد المال العام في التفاهات والفساد الأخلاقي. حقيقة في البداية قبل مهرجان الموازين توسمنا الخير في المسؤولين ديال هاد البلاد باش تكون لهم شي درة من الخجل أو نوع من التضامن ولو شكليا، خصوصا وحنا كنشوفوا المجزرة الوحشية اللي الصهاينة داروها في خوتنا الفلسطينيين، ولا زالوا، وذهب ضحيتها آلاف الأطفال والنساء في غزة وباقين. شحال هذيك العالم كله اهتز وتزلزل وتقلبات الدنيا رأسا على عقب، فاش طاح برج مانهاتن ودخلت أمريكا في حرب ضد الإسلام والعالم العربي لأكثر من 20 سنة، اخترقت فيها أمريكا كل العالم العربي وغير العربي، وطيحات عروش وحرقات شعوب ودمرات أنظمة، في حين في بلاد مصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كاين حرب إبادة كل يوم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس كل يوم بالقصف والنار، واللي جا منهم من الموت ما كينجاش من الجوع تحت الحصار الغاشم، ولا يستطيع حكام العالم بأسره باش يفكوا هاد طلسم هاد الحصار على الأطفال أو تهتز شعرة واحدة من حكام العرب والمسلمين. كنا كنتمناو من هاد المسؤولين يكون ليهم ضمير أو بصيص من الإنسانية أو يلغيوا هاد المهرجان اللي حقيقة في هاد الظرف هو مهرجان العار، عار في جابين الدولة المغربية على مدى عقود من الأزمنة اللي جاية، ماشي بسبب غزة أو زلزال الحوز، بل لأنه كتصرف فيه الملايير المليارة على كل من هب ودب من الدول العربية والدول الغربية. بلا ما نهضروا على فلسطين وحرب الإبادة، نشوفوا غير الشعب المغربي، شوفوا الشعب المغربي وداكشي اللي كيعاني منه من أزمات اقتصادية واجتماعية وتخلف في المنظومات كلها سواء التعليمية أو الصحية أو غيرها من المنظومات. نشوفوا غير الفقر المدقع اللي وصل ليه جل المغاربة، نشوفوا غلاء المعيشة اللي وصلت للقمة، نشوفوا الواقع اللي كنعيشوه واللي جاء بسبب الاختيارات والتدابير والقرارات اللي فرضتها الدولة على الشعب المغربي. هاد الاختيارات اللي وضعت المغرب في ظل الترتيب في كل مؤشرات التنمية والتعليم والصحة والنمو والاقتصاد والحريات وحقوق الإنسان والشفافية والنزاهة، ما تحسننا غير في مؤشرات الفساد والرشوة والتعاسة والتفاهة وكرة القدم. أنا بغيت نعرف حاجة واحدة، علاش الدولة مصرة على هذا النهج ديالها في غرس قيم الانحلال والشدود باستضافة شخصيات معروفة عالميا بانحرافها الأخلاقي وتقديمها للشعب المغربي والشباب المغربي على أنهم أبطال ونجوم، وجعلتهم قدوة لأبناء المغرب طامة الكبرى، أنها جعلت هاد الناس الشواد القدوة لأبناء المغرب من أطفال وشباب. علاش الدولة مصرة على إنتاج مستقبل غامض وجيل تافه تائه مبني على القيم الشادة اللي كتخالف قيم المغاربة، كتخالف دين المغاربة، تتخالف تاريخ المغاربة وثقافة المغاربة؟ هذا المستقبل اللي ما غيبني لا مجد، ما غيأسس لا حضارة، وما غيربيش لنا جيل مواطن، ما غيربيش لنا جيل صالح،
وما غيبنيش لينا دولة قوية. هذه الحقيقة اللي خاصنا نقولوها، وخاص يقولها كل مغربي وطني حر غيور على بلاده وعلى أولاده. هذه الحقيقة اللي خاص يقولها كل العلماء والمثقفين والمفكرين والسياسيين، ويتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في مواجهة هذا الباطل. حقيقة هذا الزمان ولا فيه الشواذ للشواذ تأثير ونفوذ، وللتافهين تأثير ونفوذ، وللفاسدين تأثير ونفوذ، وأصبح فيه علماء المغرب ومثقفو المغرب ومفكرو المغرب على الهامش، بلا قيمة بلا دور بلا تأثير بلا وجود. في الزمان اللي كيولا كيحظى فيه نور زينو مكانة وتأثير ونفوذ، الزمان اللي كيحظى فيه رشيد أيلال وعصيد والفايد وغيرهم ممن أرادوا إفساد الشباب المغربي تأثير ونفوذ، في حين كيتم تهميش العلماء والمثقفين والمفكرين والمخترعين. زمان هذا الزمان اللي انقلبت فيه الموازين في عهد مهرجان الموازين، أصبح فيه المعروف منكر وأصبح المنكر معروف، وأصبح الوطني خائن، وأصبح الخائن مواطن صالح، وأصبح الفاسد صالح، وأصبح الصالح فاسد. من له المصلحة في هذا الوضع اللي كيعيشه المغرب؟ شنو استفدوا المغاربة من هذا المهرجان ديال الموازين؟ وهو المهرجان اللي كيتنظم تحت مسمى الثقافة والفن، وهو أبعد عن الثقافة. مهرجان انتشرت فيه الجرائم، مهرجان كتصرف فيه الميزانيات للشواذ بالملايير، في حين أن الشعب المغربي كيعيش الويلات، وهو أحوج لكل درهم تصرف وكيتصرف على بحال هاد المهرجانات. مهرجانات اللي كتجرى فيه كوارث لا أخلاقية، من شرب الخمر والجنس والممارسات لا أخلاقية والشذوذ والسحاق وأحيانا الاعتداءات الجنسية. حالات كثيرة تم فيها ضبطها من طرف رجال الأمن اللي صاهرين بالليل وبالنهار صراحة، باعتبارهم سلطة تنفيذية فقط، ضبطوا واحد المجموعة ديال الاعتداءات الجنسية. مسألة مهمة كيتكلم عليها العديد من المتابعين، هي واش هذا المهرجان نجح أو لا. أنا أقول أن المهرجان في كل الأحوال لم ينجح إلى قارناه بالسنوات الماضية. هذه مسألة الأولى. ثانيا أنا أرى أن المسألة ليست واش نجح المهرجان أم ما نجحش، المسألة أكبر من ذلك، خصنا نشوفوها من زاوية أخرى، من زاوية أعلى، هي أن الدولة من هذه المهرجانات أنا تجس النبض ديال المغاربة فيما يخص ارتفاع أو انخفاض وعي المغاربة. هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، المهرجانات كتدخل في واحد المسألة ديال عملية الإلهاء من أجل قضاء مآرب أخرى، وهذا الأمر تكلم عليه الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي لما تحدث عن استراتيجية العشر للتحكم في الشعوب. نقدر نتكلموا على هذا الأمر هذا إن شاء الله بتفصيل، ونجيبوا يعني نماذج من الواقع في حلقة أخرى. أشنو ربح المغرب والمغاربة من هذا المهرجان غير تجميع المغاربة على مختلف أنواع وأشكال الرذيلة، واللي كيبغي يبين وكأن المغرب والمغاربة بخير وعلى خير، وما كينقصهم غير مهرجان الموازين، والحقيقة أن المغرب والمغاربة مدكوكة فيهم الشوكة حتى للعظم. الشعب المغربي اللي كيعاني الأمرين من الغلاء والزيادات المتكررة في كل المواد الأساسية، الشعب المغربي اللي كيعاني من الأمية، اللي كيعاني من الجهل، ومرتفع مؤشر التراجع في جميع المستويات كما قلنا، في التعليم، في الصحة، في الاقتصاد، والتردي في الانحلال الخلقي، والفساد الإداري، والتقهقر الاجتماعي، الجفاف، واستنزاف الفرشة المائية من طرف الأثرياء وناهب المال العام، وغيرها من المصائب اللي تلاحت على المغاربة. هذه المصائب الكحلة هي اللي بغينا لها الحلول، وهي اللي بغينا لها جمع التبرعات من مؤسسات الدولة ومن المستشهرين اللي كيستشهروا في هذه المهرجانات. المصائب اللي أتقلت كاهل المغرب والمغاربة، وأزمات الوضعية ديالهم ونغصات عليهم حياتهم. كاين واحد مسألة بغيت نتكلم عليها ونوضحوها للمشاهد والمواطن المغربي. البعض كيقول أن الأموال اللي كتصرف في مهرجان موازين ماشي هي أموال الدولة. هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة، لأن هذوك الشركات المستشهرة في المهرجان بالملايير، وهي شركة مغربية، وكيديروا هاد الإشهارات اللي كتكلفهم أموال طائلة، كان من المفروض أن هاد الأموال خاصها تصرح بها في نهاية كل سنة الخزينة العامة للضرائب باش يخلصوا عليها الضرائب، لكن هما كيدخلوها في هاد المصاريف
وكيقول لك اللهم وتيقولوا هما اللهم نحطوا فلوسنا في هذه المهرجانات ونديروا بها اشهار للشركات ديالنا وما نعطيوهاش للدوله كضريبه باش يستافد منها المواطن الفقير المغلوب على امره. الفيلسوف ألان دونو لما تكلم في كتابه نظام التفاهة عن زوال المفاهيم ورواج السطحية قال أن التافهين هما اللي حسموا المعركة لصالحهم في هذه الأيام وأن زمن الحق والقيم تغير لأن التافهين حسب ألان دونو أمسكوا بكل شيء بكل تفاهتهم وفسادهم. علاش؟ لأن عند غياب القيم والمبادئ الراقية يطفو الفساد المبرمج كما قال بالمصطلح ذوقا وأخلاقا وقيما، وقال أن العالم لن يفنى بسبب قنبلة نووية كما تقول الصحف بل بسبب الابتذال والإفراط في التفاهة التي ستحول الواقع إلى نكتة سخيفة. وقال أن مواقع التواصل نجحت في خلق التافهين وصار بإمكان أي جميل بلهاء أو وسيم فارغ أن يفرضوا أنفسهم على المشاهدين عبر عدة منصات تلفزيونية عامة هي أغلبها منصات هلامية وغير منتجة لا تخرج لنا بأي منتج قيامي صالح. ونختم بواحد القولة كيقول فيها أحد الشعراء: اختلت موازينك يا وطني حتى صارت سماؤك تمطر عهرا، ذبل المسكين في حضنك يا وطني حتى صرت له قبرا. دعوني أشرب أسكر أفجر أرقص كي تنصب لي التماثيل، كي تداب أمامي العراقيل، كي يصطف الإعلام لبجاحتي وحقارتي بالتطبيل. دعوني أسرق أنهب أطغى أبطش كي أكون أنا الرجل الفضيل الأصيل، والباقي من عامة الشعب هو الذليل. دعوني أهز الخصرة أفشي الفقرة أهين الفكرة كي يصير الشعب لأي تفاهة يميل، كي يرضى عني فخامة العميل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.